كيف تنجز أي شيء في حياتك؟ دائما بنسأل كيف بتلحق، دائما بنسأل كيف تلحق تعمل كل هاي الأشياء بهذا الوقت، عندك كل هاي التفاصيل في حياتك، كل هاي التاسك في حياتك وقادر تنجز كل هذا؟ جاسر مصطفى، وخلينا نبلش. النقطة رقم 16 أنا بآمن فيها كثير وبحبها كثير وبشتغل عليها كثير، احرص على أنك كل يوم تتعلم شيء جديد، سواء في مجالك أو بعيد عن مجالك أو يشمري مجالك، تتعلم كل يوم شيء جديد على الأقل. والنقطة رقم 17، احرص دائما على أنك أنت تسجل ملاحظاتك، أنت اختار الطريقة اللي بتناسبك وتعود عليها وحبها وسجلهم. النقطة رقم 18، نقطة يمكن نرجسية أو نقطة تنبئ عن معرفة شو هو، بس لا تستنى لعن حدا ولا تآمن بحدا ولا تستنى حب حدا، توجه لهدفك بشكل دارك، مع انه وجود دعم وحب شخص معين او اشخاص معين في حياتك بيدعمك خليك اسرع واحسن وتتصرف احسن بهذه المواقف، لكن ما تستنى وجوده. head towards your ever target. والنقطة رقم 19 نقطة جدا مهمة، خلي جزء من دخلك هذا خصصه بس للعلم والتعلم والدورات، وانك to invest your knowledge، تستثمر بمعرفتك. النقطة رقم 20 نقطة جدا متفائلة ونقطة جدا حبابة ونقطة جدا انسانية لكنها مهمة بشكل كثير كبير، حاول دائما انك انت تعمل على تعليم الناس شيء هم محتاجين يتعلموه او شيء مفيد بحياتهم، وهذا بيضمن لك انك انت راح تتعلم الشغل اللي بتعلمهم اياها بطريقة كثير افضل. والنقطة رقم 21، راح تقول لي هاي متعارضة مع اشياء انت كثير دائما تحكيها لكنها مهمة وبعمل فيها، مش كل اشي لازم تنشره حتى بعد ما يخلص، مش كل شيء لازم ينتشر. نقطة رقم 22، لا تقارن دائما حالك بالناس، لا تقارن حالك اصلا في الناس، خذ قدوة ماشي، خذ منتور ماشي، تعلم من الناس ماشي، بس لا تقارن حالك بالناس. نقطة رقم 23، نقطة جدا مهمة وهي تعايش مع العصر الحالي، حاول قدر الامكان انك انت تخفف من السوشيال ميديا اللي ما لها داعي، اللي غير مرتبطة بشغلك، اللي ما بترفه عنك، اللي بس scrolling up you're wasting your time فيها. خذ لي هدول العشر دقائق، ربع ساعة، الساعة، whatever، ضيفهم على النقطة اللي حكيت لك فيها انه انت you're scratching 5-10 minutes من كل ساعة في اليوم، احنا مندور على الوقت نحن. النقطة رقم 24 تحكي لك انه دايما كون عارف جواب السؤال اللي بيحكي لك what's next، شو بعدين، وهذا الجواب لازم تكون عارفه قبل ما تخلص اللي what is now اصلا، قبل ما تخلص الاشي اللي في ايدك تكون عارف بايش بدك تبلش بعده مباشرة وشو بدك تعمل فيه، وبلش فيه كمان بس بعد ما تخلص ايدك، مش تتركه incomplete. نقطة رقم 25 انا بآمن فيها كثير، واكيد مدام انا اللي عم بحكيهم كلهم مدورة نص الى 30، بس مدام انا اللي بحكيهم فانا بآمن فيهم كلهم، بس نقطة رقم 25 كثير هم كمان، شو بدي اقول لك؟ نقطة 25، ارسم طريقك لوحدك، ما تخلي حدا يرسم لك اياها، لكن ديفينتلي اذا محتاج لاستشاره خذ استشاره الناس، اذا محتاج تاخذ راي ناس خذ رايهم، بس بالنهايه ارسم طريقك لوحدك. و26 هي تكمله على 25، اكيد يعني 26 تكمله على 25، بس لا قصدي النقطه فحوى النقطه 26 هي تكمله على فحوى النقطه 25، اللي بتحكي لك الطريق اللي بنيته في النقطه 25 ورسمته لنفسك كمل بناؤه للاخر وتعامل معه واستعمله دائما، وضلك اعمل له اشي احنا بنسميه يمكن تيلرينج، بتزبط هون انه ضلك ايفه لحد ما يجي على مقاسك 100% فت 100%، وتصير طريقة مريحة لإلك تماما وانت بتعملها من غير غلبة، وضلك حسن عليها دائما. والنقطة رقم 27 عشان جاسر يكمل فلسفة للآخر، حب الاشي اللي بتعمله حتى اذا ما عملت الاشي اللي بتحبه. ما بتطبقكم بتطبقكم، بس عن جد هاي نقطة. النقطة رقم 28، نقطة موارد بشرية وتنمية بشرية بحتة، اختار الاشي المفيد لإلك انك تعمله، وهذا كنت مفيد للآخرين بكثير كثير منيح، بس اختار عن جد اشي يكون مفيد وإله قيمة ومعنى لك وللآخرين، بس لك أهم من الآخرين، بعدين لأنك أنت مصدق فيهم آمن فيهم makes a value لإلك أو لعطوفتك، انشر الحب والورود في كل مكان. نقطة رقم 29 أخيرا، انبسط في الإشي اللي سويته وأنجزته
انبسط فيه كثير وحس في قيمته كثير، حتى لو ما حدا حاس في قيمته. الجهد اللي انت بذلته والقيمة اللي انت عملتها والفاليو اللي انت اضفتها تستحق الانبساط والسعادة. والنقطة رقم 30، لأنك مشيت بكل هذول 29 نقطة، ففعليا حاول انك انت تسجل الدروس المستفادة في تجربة وكل خطوة انت بتقوم فيها. يمكن ما تسجلها، تكتبها، يمكن ما تعمل ريكورد لها، يمكن ما تعمل ريجستر واكسل شيت وتمشي بهذا الاتجاه، لكن حط في بالك دائما انك انت تستفيد دروس وعبر وتقنيات وتغييرات وتحسينات قدر الامكان من التجارب اللي انت بتعملها ومن الانجازات اللي انت بتعملها، لانه كل مرة هتعمل فيها اشي جديد راح يكون في طريقة احسن لعمل هذا الاشي الجديد. هون انا بكون حكيت لك عن جد يمكن ملخص النقاط اللي انا في بالي، سواء بوعي او بدون وعي، الاشياء اللي انا بعملها سواء بقصد او بدون قصد، لحتى اني انا اقدر انجز اذا كنت عم بنجز فعليا من وجهة نظري او من وجهة نظر الناس. ففعليا هذه الاشياء اللي انا بعملها في حياتي اليومية، فحاول انك تتبنى نهج مثل هيك، وان شاء الله انك انت تنجز احسن مني بمليون مرة. وبصير انا بسألك احكي لي كيف عم بتلحق. سلام.